سيدتي اليوم، تجنباً للحرج في الاستشارة، سعودي يقدم تطبيق استشارات دون الحاجة للتعرف على هويتك. ما هي تقنية الـAAPE وكيف تمكنك من استعادة شبابك؟ مرام المجلي تزين بلوحاتها استوديو سيدتي. تغير الزمان وتبدلت الأدوار وصاروا الحريم يضربن الرجال، فما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ Behind the curtains, in a bed where you're lost in a dream, in a time the world is full of darkness, in a house that doesn't suit quiet and peace. We know you're there. هذا مرض جميل. تقابل الأشخاص أنفسهم كل يوم وتظن أنك ترى وجوها جديدة كل يوم. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان الذي اكتشف مرضه عام 1994. كيف معكم في اللغة العربية؟ أبدعتي. مساء الفل في 21 سبتمبر، اليوم العالمي للزهايمر. أكيد يعني هذا اليوم كثير من مرضى الزهايمر وأهاليهم يعانون منه، واحنا يعني نحاول ان نكون جنبا الى جنب معهم. ايضا كل عام وانتم بالف خير. كم رساله وصلتكم على الواتساب على العام الهجري؟ 1439 هجريا. كم رساله وصلتكم؟ كل عام وانتم بخير وجميع مشاهدينا بالف صحه وخير. عام هجري جميل. كمان كم شهر حيرجع اقول لكم كل عام وانتم بخير في الميلادي. يعني طبعا هذه السنوات قاعد تمر، احنا بما ان الحمد لله رب العالمين اعطانا ذاكره جيده، ولكن مرضى الزهايمر يعني وصلوا الى مرحله، وبعضهم من الناس والمشاهير الى يعني شيء يعني زعل شويه. صحيح. شخصيات كثير حول العالم مرضت بمرض الزهايمر، سرق منهم ذكريات جميله، سرقهم من اغلى احبابهم، من اغلى ناسهم. يا رب الله يرفع عن جميع المسلمين والمسلمات جميع الأمراض، ويكونوا كلهم بصحة وخير وسلامة في بداية السنة الجديدة يا رب. طبعا من شخصيات مثل ما ذكرتي ريغان، من الشخص أو دونالد ريغان الرئيس الأمريكي الراحل، وعندك أيضا من الشخصيات عمر الشريف أيضا أصيب بالزهايمر، مارغريت تاتشر، مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، عندك ريتا هيورث، جابرييل جارسيا برضو، كثير كثير يعني بيصيب شخصيات كثير. يعني 35 مليون حول العالم إلى الآن يعني مصابين بالمرض، والغريبة أنه كثير ناس منهم مشاهير كانوا مثقفين، كانوا أقوياء في السياسيين، كانوا يعني حديديين بالضبط، يعني كانوا يعني اجتماعيين كثيرين. يعني فغريبة انه بيصابوا فيه هذا المرض، يعني يمكن ما ادري هل نقدر نقي نفسنا من مرض الزهايمر. هو فعليا انا قرأت من ضمن البحوث في الزهايمر انه القهوة المليانة كافيين تقي من مرض الزهايمر، يعني اشربوا قهوة قد ما في. وكمان برضو القراءة، القراءة كثير في صغرنا، يعني في فترة شبابنا كبار السن، قراءة القرآن بالذات دائما تحفظ الذاكرة دائما، يعني تنشط الذاكرة. يعني بس المشكلة الآن اللي بنواجهها انه انت ما صرتي تقدري تحفظي كل حاجة بتعمليها سيف. صح. كل سمارت. حاجة سيف يعني، وتنسي انك سيفتيها. انا فعليا واحدة شفتم فيلم أليس، الأليس حق الأليس، تذكرين الفيلم؟ من الأفلام الرائعة، رائعة جدا جدا. طبعا هو حق جوليان مور، انا حاحكي لكم السالفة حقتها، انها هي تطلع بروفيسورة تدرس في الجامعة، وكمان انها يعني تصاب فيه، وحبيبة وتحب الناس ومحاضراتها جيدة ولها أبحاث. فطبعا يعني هي بالنسبه لها تعامل نفسها، تحاول تساعد مع نفسها، المرض تتعامل مع المرض بطريقه جدا حلوه. بس طبعا المرض اقوى منها اكيد.
طبعا إيمان زي ما قلتي كمان الأفلام والسينما هي البوابة الأقرب إلى العالم من أي ناحية كانت، سواء كانت فرح، نجاح، حزن، معاناة. الحين رح نعرض سوا 5 أفلام كانت تحكي عن مرض الزهايمر. تقرير. في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، سيدتي تسرد لك أبرز الأفلام التي جسدت واقع المصابين بهذا المرض. أنت كنت المحامي بتاعي ومسكت كل الشغل. And tell me why you I'm your husband. We've been married for 45 years. Am I among the forgotten? I couldn't find the bathroom. Please say you remember me. In a room where light hides behind the curtain. How long has it been since I asked her how her day was? In a time the world is full of darkness. In a house that doesn't suit quiet and peace. أنا جدا أقدر الفن اللي يسلط الضوء على القضايا الإنسانية، يعني زي هنا في هذه الأفلام إنهم تكلموا عن الزهايمر، كيف أصيب ناس جدا مشهورين زي ما قلتوا هذه البروفيسورة في الجامعة، يعني كيف هي دونيا مور شفتيها حتى طريقة الكلام نسيتها في الفيلم. هي كانت مدرسة صح في الجامعة، أستاذة في الجامعة. ما شاء الله. وكيف حاولت هي تساعد نفسها بنفسها، إنها مثلا ترتب لنفسها مثلا جداول، ترتب لنفسها مثلا في اللابتوب إنه تذكر نفسها بنفسها. زوجها العائلة كمان زوجها كان مرة مهم، كانوا جدا مساعدينها في الفيلم. هو كان فيلم عن قصة واقعية طيب؟ ما هو يعني ما ذكر انه واقعي، ولكن هي اظنها كانت كمان من الداعمين لمرضى الزهايمر على مستوى العالم، فطلعت في هذا. وحلو انه مريض الزهايمر يكون هو عنده وعي، هو عارف انه عنده مشكله، يقر بالمشكله اول شيء، انه انا ترى بدات انسى، انا في عندي مشكله، فيبدا زي ما قلت يذكر نفسه ويسوي قوائم يعني عشان يتذكر، عشان لا يضيع. هو مراحل كمان اذا تلاحظون، يعني هو مش مرحله بالزبط. من البدايه تجي اجريسيف او قويه، لا تجيكي مراحل متدرجه الى ما تبدا تصير في المرحله النهائيه، واحيانا يسبب الوفاه. يعني احنا سمعنا امس من ضيفتنا كان نمبر 6 او رقم 6 في العالم بسبب الوفاه، من مسببات الوفاه، لانه بينسوا انه مثلا ياخذوا ادويتهم، يلتزموا بادويتهم، فعلا لازم يكون معاهم، لازم يكون في ايوه، يعني لازم يكون في احد مهتم فيهم، فهنا يجي دور العائله لمريض الزهايمر. بما انك ذكرتي كمان ترى غزل الدواء، شفنا فقره كذا مقطع بسيط من فيلم الزهايمر حق عادل امام مع سعيد صالح. كمان لو فاكرين حكاية هذا الفيلم، أولاده هم اللي خلوه مريض بالزهايمر، هو ما كان، بس هم لبسوا هذا المرض بسبب يعطوه أدوية الزهايمر وهو أوريدي ما كان عنده المرض. كمان هذا مشاهدينا يحكي عن فقرتنا أمس لما قلنا أنه أين حقوق مصاب الزهايمر. صحيح، بس طبعا هو لأنه اليوم العالمي للزهايمر، يعني هو الموضوع عالميا الآن منتشر، وعالميا الان الناس قاعده تجهز له، واللي عنده بحث يقدمه، واللي عندهم يمكن سبل مساعده لمرضى الزهايمر كمان قاعد يقدم لها على مستوى العالم. صحيح، ما ننسى مشاركه الرائع من العالم سيدتي. كمان في احد يعني رحمه الله عليه غازي القصيبي، الله يرحمه، كتاب الزهايمر، كتاب كان جدا رائع، حكى قصه واقعيه لاحد اصدقائه اللي كمان كان عنده يعاني من مرض الزهايمر، ويرسل رسائل لزوجته من المصحه برغم انه كان مريض الزهايمر لكن ما نسى زوجته. حلو، فكان فعليا الكتاب جدا مؤثر. والله يعني هو مرض المؤلم، اتمنى انه يكون في لها علاج. أيوة، اكيد الطب الان تقدم. آمين. ونتمنى انه يكون لكل مرضى الزهايمر علاج قريبا. عموما جميلاتي وايضا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. I never knew that this could happen. I blinked once and everything had changed. I remember when you'd come around to see us. مهندس مبدع في عمله، لكن من حوالي شهرين وهو يعاني من مشاكل أسرية خاصة جدا، وللأسف لا يستطيع البوح بها للي حوله، ويخجل من التواصل مع المتخصصين لطلب النصيحة والمساعدة. وهذه مها، معلمة رياضيات مبدعة في عملها، انفصلت عن زوجها حديثا ورفعت قضية في المحكمة لحضانة أطفالها، ولكن للأسف ما تعرف محامي موثوق يعطيها استشارة قانونية تساعدها.
تعاني من مشاكل نفسية، زوجية، قانونية أو مالية وتبحث عن متخصص يساعدك بدون أن يعرف هويتك؟ تطبيق لبيه سهلها عليك وأحضر أفضل المستشارين لمساعدتك وحل مشكلتك، وذلك عن طريق الاتصال الصوتي من داخل التطبيق ومن دون أن تكشف عن هويتك أو حتى رقم جوالك. أهلا بكم من جديد. لبيه تطبيق جديد قام بإنشاؤه شاب سعودي يساعد على تقديم الاستشارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية. معنا ومعكم في الاستوديو باسم البلادي مؤسس تطبيق لبيه. لبيه ليش لبيه؟ لبيه تلبية النداء، لبيه انك تكون قريب من اللي عنده مشكلة. انت اخترت الاسم؟ انا اللي اخترت الاسم مع فريق العمل بصراحة. حياك الله ونورتنا. الله يسعدك. طيب احنا نتكلم طبعا اليوم باسم عن تطبيق الان نزل. نعم. اوكي كم عمر التطبيق؟ والله تقريبا شهرين. مبروك على الجائزه. الله يبارك فيك. سولف علينا شوي كيف الجائزه، كيف اخذتها، كيف اشتركت فيها. تمام. الجائزه عباره عن تحدي الرياده الاجتماعيه، مشاريع الرياده الاجتماعيه في السعوديه. الرياده الاجتماعيه باختصار مشاريع تفيد المجتمع وفي منها دخل مادي عشان تستمر هذه المشاريع وما تموت، تكون قائمه على تبرعات او تنتهي، تكون فتره حماس تنتهي. هذا هي كانت المسابقة من تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان، قدمنا عليهم أونلاين، بعدين اختاروا من 700 طلب تقريبا اختاروا 15 مشروع، بعد ذلك قدمنا برزنتيشن للجنة التحكيم، بعدها اختاروا 5 فائزين والحمد لله كان مشروع لبيه أحد المشاريع اللي فازت، كان التكريم أمس من المحافظة. يعني مع أنه لسه المشروع جديد وصغير لسه بس ما شاء الله فزتوا بالجائزة. إيش هي الجائزة؟ الحمد لله. الجائزة يعني حتكون تقريبا عبارة عن برنامج يسمح أنه تطبيق لبيه يتطور، يسمح أنه تطبيق لبيه يتوسع، وحيكون فيها يعني مكتب وحيكون فيها برضو استشارات و خدمات اخرى. يعني باسم كشاب سعودي تحب كذا يعني يكون في ملتقيات عاده تطرح افكار جديده لدم الشاب السعودي بافكار اللي يساعد فيها المجتمع؟ والله اكيد، يعني الشباب صراحه احيانا يكون عندهم حماس يكون عندهم طاقه لكن ينقصهم التوجيه او ينقصهم الدعم. يعني ملتقى بيبان كان من ساعدك. اي واحيانا الشراكات، يعني ممكن يكون في احد يقدر يخدمك بخدمه معينه مكمله لمشروعك، تصير يعني زي البارتنرشيب. هذه الملتقيات هي اكثر ما ممكن تجد انك تجد هؤلاء يعني اللي يشاركونك اللي نفس الاهتمام اللي عندهم دعم، احيانا مستثمرين، يعني واحد يكون ما شاء الله عنده يعني مبالغ ماليه يبغى مشاريع ممتازه يستثمر فيها، فهذه افضل فرصه يعني للشباب اللي عندهم بزنس او اللي عندهم حابين يفتحوا مشاريع ايضا، حتى لو كانت فكره مجرد فكره لكن تستطيع تلقى اللي يوجهك هناك. طيب باسم انت كيف يعني جتك الفكره وصرت مثلا قلت لا انا لازم اسوي هذا التطبيق وهسميه لبيه واساعد في الناس، كيف جتك الفكره؟ والله الفكره تقريبا يمكن قبل سنه ونص، يعني عباره عن يمكن تقريبا هي كانت يعني مش شخصيه او حاجه من هذا القبيل، فوقتها يعني مثل اي شاب او اي بنت في السعوديه دائما عندنا احنا خصوصيه شويه عاليه. يعني مش بسيط ان اي واحد يروح يتكلم بمثل، فكان انا يعني انسان احب التقنيه وقلت ليش ما في يعني واحد اونلاين اكلمه هو ما يعرفني، يعني لازم اروح انا للدكتور. ليش الناس تنحرج؟ الناس تنحرج انها تكلم دكتور او تكلم احد كبير يعني. جدا انت تتكلم قانونيا ونفسيا وصحيا. لا اتكلم عن نفسي والاسري، احنا مركزين بصراحه نفسي النفسي والاسري. بس عندكم هذه الاشياء اللي ذكرتها ايمان قانونيا كذا؟ ايوه لكن احنا مركزين على النفسي والاسري، وتقريبا مستقبل التطبيق حيكون في النفسي والاسري. ليش تحس انه النفسي والاسري الان هو الاكثر انتشارا كمشاكل؟ ناس تعبانه نفسيا. لا مش بالدرجه، ممكن في مشاكل أخرى بس لها طرق أخرى ممكن توصل لهم بسهولة، ولكن هذه الأكثر حرجا. هذه الأكثر حرجا، الصعوبة فيها أنك تبدأ يعني تتكلم فيها، وصعب أنك تحصل إنسان متخصص فيها. أحيانا ممكن كثير يعني تروح الناس الغلط. عندكم أخصائيين نفسيين متعاونين؟ نعم أخصائيين وأطباء نفسيين متخصصين في المجال. مصرح هذا مصرح لهم؟ مصرح لهم. عندهم خبرات، حتى خبرات في تقديم الاستشارات يعني. طيب خلينا نتكلم اكثر عن التفاصيل. دحين انا نزلت التطبيق. ممتاز. كيف انا ابغى استشاره، كيف الطريقه؟ والله جدا سهله، يعني انت في البدايه التسجيل حتى بالايميل وباليوزر نيم، ما يحتاج تحط رقم جوالك، ما يحتاج تحط اسمك. حلو. في خصوصيه وسريه تامه جدا. تامه يعني 100%. بعدين تجي قائمه بانواع الاستشارات، من تختار استشاره نفسيه، يجي قائمه بالمستشارين، تروح حتى تدخل على كل مستشار تشوف يعني البروفايل حق المستشار هذا، مثلا اسمه صورته الخبرات اللي عنده البايو حقه الشهادات، برضه حتى تقييم الناس اللي قبلك اللي استفادوا من الخدمه. فتقدر هذه كلها يعني معايير و
تخليك تحدد اي مستشار تحتاجه. طب وكيف يصير الاتصال بيني؟ اوكي الاتصال جدا يعني هي بسيطه جدا، احنا خلاها يعني اجتماعيه سهله زي اي تطبيق، ترسل له طلب استشاره، يراجع المستشار الطلب، يقبل الطلب هذا، بعدين يصير تنفتح بينكم وبينه قناه بالاتصال بالرسائل، فتتراسل معاه بعد ذلك تحجز موعد. كيف تفاعل الناس الى الان باسل؟ والله تفاعل جدا ممتاز، يعني احنا ما كملنا اقل حتى من شهرين الى الان اكثر من 1000 مستخدم. ما شاء الله. اي بدون يعني حتى ذاك التسويق الكبير يعني الحمد لله. مستخدم متكرر، يعني انا اليوم اطلب استشاره نفسيه وارجع اتابع مع نفس الاخصائي؟ نعم في زي كذا، وفي بعضهم حتى يعني ينزل التطبيق ياخذ كم يوم كذا بعدين يطلب الخدمه، عرفتي كيف؟ فموجوده هذه والحمد لله يعني. الى الان القضايا شويه يعني محرجه؟ الى الان القضايا مزعجه النفسيه او المواضيع والحالات اللي تتطرق لها عندكم؟ ايوه ايوه يعني كلها يعني بصراحه. مثل ايش؟ اعطينا اشياء نفسيه يتعرض لها بعض المرضى مع يعني اكثر المشاكل. ايوه والله هي خصوصيه فيها، لكن يعني مثلا علمتني يعني بشكل عام يعني بشكل عام يعني واحده زعلانه من زوجها، واحد ضرب ايوه ايوه يعني مشاكل زوجيه بين الرجل وامراته مثلا، بين مع الاطفال احيانا الاب او الولد او البنت خصوصا يعني. سوري باسم، هذه اغلب المشاكل مشاكل زوجيه اسريه. في اسريه وفي نفسيه برضه، النفسيه تجي من ناحيه الاكتئاب، تجي من ناحيه اضطراب النوم. احنا في السعوديه عندنا من كل 10 اشخاص في 2 معاهم اكتئاب، في 3 معاهم قلق، في 4 معاهم اضطراب نوم. انت باسم ايش الباك جراوند حقتك؟ ايش الباك جراوند؟ والله في الانجنيرنج هندسه. هندسه ايش؟ ايوه. كيف دخلت على نفسيه وابلكيشنز؟ يعني هي بصراحه يعني ما اخفيك يعني في حولي ناس متخصصين في هذا المجال، شفت ان في طلب عليها، مريت تجربه شخصيه كمان، فقلنا ليش ما نساعد الناس؟ وانا عندي يعني بزنس، هي جود بزنس، هي مصدر يعني عمل جيد. عموما عالم التطبيقات مش اللي يعني مش بزنس سهل. اي شيء في مشاريع تقنيه لا يبغى له صبر، يبغى له توعيه للناس كيف طريقه استخدامه وزي كذا، لكن احنا هدفنا الاول بشكل عالي. لا 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 انت انسانيا يمكن من باب الاحسان انك انت حابب تساعد. هذا هو هذا اكبر حاجه، يعني موضوع يعني انساني اكثر من انه تجاري او بزنس. صحيح. حتى احنا يعني انا مخفيك احنا يعني ما نسميه تطبيق لبي، مشروع لبي، يعني لبي يقدم محتوى. حاليا نشرنا كتاب لتطوير الذات، حاليا قدمنا اكثر من 5 فيديوهات مترجمه، يمكن 7 مقالات الان ترجمناها وبننشرها على الفتره الجايه من اللغه الانجليزيه. يعني احنا نقدم محتوى يعني في السوشيال ميديا، حتى الان يمكن اكثر من 1,000,000 مشاهده على كل حساباتنا. مين من الجهات الحكوميه اليوم تساعدك؟ يعني بجانب هيئه المنشات والله يعطيهم العافيه في ملتقى بيبان، مين ايضا؟ والله بصراحه انا احب اشكر كمان 19، يعني 19 من المشروع كان في بداياته يعني قدموا لنا دعم وتوجيه وغير كذا، برضه كان في جامعه الملك عبد الله كاوست، لكن اغلبهم هؤلاء يعني الجهات هذه في كيف اقول لك في دعم المشروع كمشروع وكمن ناحيه بزنس. نعم. لكن تتكلم ان نحتاج اكثر من ناحيه علاقات شراكات مع جهات مهتمه بهذا. وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ما تعاون معهم؟ الى الان صراحه ما توصلنا معهم. ليش؟ ما توصلنا، لسه المشروع في البدايه، لكن نطمح الفتره الجايه يكون فينا بينهم. ايش نوع التعاون اللي ممكن يصير بينك؟ والله ما اخفيك يعني هم عندهم خبره في المجال اكبر مننا، هذه اول نقطه. هم عندهم قاعده بيانات كبيره، هم عندهم وصول اكبر تمام كجهه حكوميه وكذا، هذه ممكن تفيدنا بالعكس بشكل كبير، يعني يكون في تعاون. طيب باسم عفوا، ايش اكثر الصعوبات اللي واجهتكم في البدايه؟ بدايه ما قمتوا قدمتوا على المشروع وخلاص بداتوا تبغوا تسووا ابلكيشن، ايش هي اكثر الصعوبات اللي واجهتكم؟ والله الصعوبات ما تنتهي، لكن وما زالت اللي هي تقبل يعني الناس للفكره، يعني هذا مو شيء سهل بصراحه. برضو انك تقنع المستخدمين، تقنع المستشارين ايضا في نفس الوقت، انك تقنعهم والله هذه فكره جديده لو يعني تجربها، فهذه كانت جزء يعني من اكبر الصعوبات صراحه ما اخفيكي. وكانت في ردود افعال ايجابيه؟ يعني كان يعني مثلا تخلصوا الفتره اللي مثلا مع هذا العميل وتحاولوا تساعدوه، تحسوا في يعني مثلا حاجه ايجابيه صارت؟ والله الحمد لله يعني كل الردود ان شاء الله نقول اغلبها يعني اغلب الردود اغلب الردود واغلب الفيدباك اللي يجينا الحمد لله اللي يستفيدوا الناس. ايه الحمد لله. طيب باسم، انتم محددين مده المكالمه، يعني لو احد اتصل حابب يعمل استشاره انتم محددينها 30 دقيقه. صحيح. نص ساعه. ايه. تتوقع انه هي ممكن تكون كافيه لاحد زعلان او متضايق ويبغى يفضفض او يبغى يتكلم؟ انا احس صراحه قليله صراحه. ممكن 30 دقيقه؟ ليش؟ هي الواحد اللي عارف المشكله فين يعني ان شاء الله تكون 30 دقيقة يعني كافية، لأن في قبلها رسائل، فالرسائل توضح المشكلة بشكل أكبر. فأنت لما تتصل يعني تكون آخر مرحلة، خلاص أنك أنت عارف عندك تصور كامل عن الموضوع. ف 30 دقيقة احنا اخترناها بحيث أنها ما تكون مرة طويلة ساعة كاملة، تمام؟ ولا تكون قصيرة 10 دقائق. اخترنا شيء
في النص يعني 30 دقيقة ايوه ترى اغلب الناس يبغى يفضفضوا ما حصل احد يتكلم معاه. أيوة. مين اغلب الناس هذول سيدات او رجال؟ هيا قول سيدات هيا قول سيدات انا برنامج سيدتي طيب يعني سيدات سيدات اكثر شيء سيدات لا فعلا اغلبهم ايوه صح. طب كيف يعني اقنعتوا الناس انه ترى احنا بنحافظ على الخصوصيه وانه خليتوهم يثقوا فيكم انه ترى احنا ما حنبين شخصيتكم او انتم مين او حننشر عنكم، فكيف قدرتوا توصلوا دي المعلومه للناس؟ والله احنا اصلا ما ندري عنه. تمام يعني انتم ما تعرفوا ندري عنه صراحه يعني عرفت انت فعليا ما جيت اي شيء. انا كاني بيشنت، انا ايش ارسل على الابلكيشن انا اسمي توم وانا تعبانه ومتهاوشه مع رجلي وطقيت وكذا يعني طقيت تسجل انت تسجلي ايميل تسجلي بيوزر نيم يوزر نيم وهمي يعني انا كيف اعرف ان حيتواصلوا معي بعدين بالتليفون يعني حيعرفوا رقم تليفوني؟ لا لا ما في رقم تليفون الاتصال من داخل التطبيق اوكي زي برنامج مثلا في البرنامج زي سكايب. طب جميل يعني زي التام اي بدون رقم جوال فيعني ما نعرف رقم جوال حتى ما نعرف اسمك الحقيقي ايش ما نعرف انت فين ساكنه ما نعرف كم عمرك ولا حاجه. احنا هدفنا في لبيه بالتحديد ان نساعد الناس. انا ابغى اوصل لك باسهل طريقه. انا ما ابغى اعقد عليك الموضوع. هذا هو يعني احنا مشكلتنا في السعوديه يعني جوجل عندها نتائج بحثيه اي يعني شهريا في السعوديه في اكثر من 100,000 حاله بحث عن المشاكل والاستشارات النفسيه والاسريه. الناس تبغى مين يساعدها بشكل يومي بشكل شهري 100,000 حاله بحث في السعوديه فقط. السعوديه فقط لهالدرجه احنا زعلانين من لهالدرجه الناس تبحث عن واحد يساعدها ما هم حصلوا. ايش نوع المساعده؟ فقط تنصحهم كنصيحه أيوة استشاره يعني في الاخير نفسي. هذا هو دور الاستشاره يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما خاب من استشار تمام وهذا شعار مثل بينهم منشوره بينهم ايوه هذا شعار يعني بصراحه في الاخير المستشار دوره انه يقدم لك النصيحه انه يوجهك للطريق الصح لانك احيانا انت مو تكون بس مشكله احيانا يكون عندك انت قرار ما انت عارف تتخذه فهو يبين لك يعني من خبرته في المجال يعني انه والله هذا يعني واحد داخل المشكله ما يفكر زي الانسان ايوه يا سلام لكن الدور بعدين على نفس طالب الاستشاره طالب الاستشاره لازم يتعب لازم يجتهد يعني المستشار في الاخير ما راح يجي هو يسوي يعني عنك لكن ايش هو راح يساعدك وراح ينصحك من ناحيه ما ترجعوا مثلا تتابعوا معاهم مثلا واحده كلمتكم عندها مشاكل مع زوجها بعد فتره تطمنوا عليها يعني هي كويسه بصراحه احنا تاكين لهم المجال احنا عشان كذا الموضوع اوتوماتيك يعني موضوع انك انت تتكلم مع المستشار مباشره من دون تدخل بشري بس طيب. هذا التطبيق حقكم اللي ظاهر الان طبعا على الهواء والله ان شاء الله لا اكيد خلي عندك ثقافيه بس شيء ثاني جدا مهم مثلا كلمتكم برضه واحده بتتعرض لعنف نعم هذا الموقع هذا الموقع كذا الناس تتواصل معكم لا هذا تو داونلود ايوه هنا تحصل فيه الروابط كامل تحصل فيه السوشيال ميديا وحساباتنا في السوشيال ميديا نفس الموقع بس بعدها اب لبيه ال اي بي اي واي اتش اي بي بي طيب مثلا واحده بتتعرض لعنف من زوجها وما هي قادره تتكلم هل انتم مثلا ممكن تبلغوا الجهات المختصه انها تروح تتابع الحاله ولا او تحاولوا مثلا قدر المستطاع يعني المستشارين عندنا اكفاء وعندهم خبره في المجال هذا فهم يوجهونها يعني للانسب لها انه اذا كان حالتها تحتاج زي كذا فهي عموما الامر خاص بينها وبين المستشار يعني أيوة. الاخير القرار راجع لها تمام وحنا دائما نقول اذا كان في حاله جدا طوارئ في ارقام في الدوله مخصصه للطوارئ يعني حاله يعني ممكن يعني يزودها بارقام الطوارئ مثلا أيوة ممكن يقول لها في ارقام يعني الرقم يحلل طب معلش كمان اخر سؤال عندي يصير العكس يعني يصير يجي مثلا الرجل يشتكي انه زوجته بتضربه في في او احيانا مو عارف يتعامل يعني احيانا مو عارف لا بالعكس لا هو في الاخير والله هدفنا يعني مش يعني احد الجنسين بعكس انه يساعد انه يعني الانسان يكون عايش يعني حياه مستقره وهاديه تمام يحصل اللي ينصحه هذا هدفنا في الاخير يعني الله يوفقكم يعني طموحاتكم المستقبليه والله طموحاتنا المستقبليه كبيره يعني احنا قاعدين الان ما زلنا نشتغل على التطبيق بشكل تقني نضيف فيه خدمات اكثر يعني الان في اتصال صوتي ورسائل نبغى نضيف برضه اتصال فيديو جميل فويس نوت وغيرها لا فيديو حتتعرفوا على شخص بعض الحالات النفسيه يحتاج لكن عموما بعض ايضا نطمح اننا يعني لبيه يكون محتوى عربي متكامل يفيد الناس حتى بشكل مجاني ايضا نطمح ان ندخل تقنيات متقدمة جدا بحيث انه يكون في اختبارات تحليل شخصية، اختبارات لتحديد الحالة تكون داخل التطبيق المستخدم يكون هو عارف نفسه حتى يعني باسم مرة نورتنا وتطبيقك جدا رائع باسم بلادي نشكرك على وجودك معنا مشاهدينا خلينا نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية We'll be right back.
مع تطور الطب الحديث وتقنيات الطب التجميلي، ظهرت العديد من التقنيات التي تساعدنا في الحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب، ومنها مستخلصات الخلايا الجذعية والبلازما. والكثير من النساء تقع في حيرة أمام هذه الخيارات، فما رأي المختصين؟ ورجعنا مرة ثانية مشاهدينا. كيف تتمكن أو تتمكني من استعادة شبابك؟ بتقنية جديدة الـ AAPE. هذه التقنية تقريبا زي البلازما، هنتكلم فيها أكثر معنا ومعاكم استشارية الجراحة التجميلية دكتورة أليج حسين. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا دكتورة. نورتينا. AAPE نعم، اشرحي لنا. سمحتي. اتفضلوا. في البداية طبعا الإنسان يسعى إلى الكمال والجمال، وبشرته تفضل مستمرة في حالة شباب. تمام. فبدأت الأبحاث تدور حول البلازما، سحبوا البلازما وكانوا يحقنوها في الوجه، في الوش وفي الشعر عشان تجدد الخلايا. طبعا البلازما الدم بينسحب من الشخص نفسه. أيوة. وبيتحط في جهاز عشان نفصل كريات الدم الحمراء من البلازما نفسها. الهدف منها ايوه لا اي بي جي وده. تفضل. الهدف منها انه البلازما فيها الصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه فيها الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه لما تحقنيها في الوش، الخلايا الجذعيه هي خليه ام، المحل اللي تحطيها فيه تاخد شكل المكان اللي تحطت فيه حق الخلايا وتتكاثر وتحفز الخلايا اللي حوالينا هم يتكاثروا. فبالتالي المنطقة انه حقناها في الوش تحفز الكولاجين اللي هو عادي في البلازما. في البلازما. طب الاي اي وبعد كده طبعا العلم اتطور، فصارت الناس تحقن الدهون الذاتية، يعني يعملوا شفط دهون منطقة صغيرة ونحقن الدهون. لاحظوا مع الفترة يعني مع مرور الزمن، مثلا الناس اللي بتحقن الفيلر غير الناس اللي بتحقن الدهون، الناس اللي بتحقن الدهون بيصير عندهم نضارة بشكل مستمر. يعني الفيلر حتكون بهجة ونضارته حقت 3 شهور 4 شهور وبيروح. لكن هذول يفضل في عندهم يعني 3 دايمنشنز، يعني متطالع في الوش تحس كده الضوء ينعكس من جميع الزوايا، ثلاثي الابعاد. نعم ثلاثي الابعاد. فبداوا يفكروا انه في حاجه في الخلايا الدهنيه سببت هذا الشيء انه يصير يعني بالشكل الواضح. كم عمر هذا التفكير دكتور؟ كم له الان الابحاث على الاي اي؟ يعني تقريبا الاي اي بي من عام 2006. كويس، يعني له تقريبا 11 سنه. نعم تفضل. فطبعا لما عملوا فحص للخلايا الدهنيه حصلوا انه فيها الخلايا الجذعيه بكميه عاليه، يعني اعلى كميه خلايا جذعيه موجوده في الخلايا الدهنيه. فبداوا يفكروا انه هم الان نحاول نعمل حاجه اخرى، يعني نحاول نستغلها بحيث انه ما نعرض المريض لعمليه شفط دهون وتعال ونسحب منك واستنى ونحطها وتستنى الشغله تاخذ لها كم ساعه قبل ما تخلص. ف يعني اليابانيين هم اللي بداوا الاختراع هذا، جابوا خلايا دهنية من أي إنسان طبعاً، بس أكيد طبعاً مختبرين ومتأكدين من المعالجات وفحوصات، وأخذوا الخلايا، أخذوا من الخلايا الدهنية هذه الخلايا الجذعية اللي هي عبارة عن فيتامينات والبروتينات اللي بتساعد على تحفيز الخلايا الكولاجين والخلايا في الجسم. يعني دكتورة ممكن شخص مثلاً نحيف ما عنده كمية كافية من الدهون، نعم، زي مثلا يستلف من جاره، ياخذ مني انا استنى عشان نستفيد احنا الاثنين، من جاره ياخذ مني انا اذا تاكدت انه مثلا كل شيء سليم ما في حاجه ممكن لا سمح الله تاذي او شيء زي كده في جسمها، تاخذوا مني انا دهون وتدهري. هذا الموضوع تبع لاب، انا ما اقدر يعني اقول لك. أيوه. هو الان احنا بتجينا ايوه الان بتجينا كيتس، يعني يجي الكيت جاهز في الايوه الاي بي بي ال بي بي اي جاهز. طب لو احد المرضى طلب انه هو يبغى يعني من نفسه دهون، انه لا دهوني انا مثلا، ايوه خذوا دهوني انا حطوها، ليش تاخذ من احد؟ ما هي الشغله ايش الشغله؟ تخوفا. لا هي حتكون بكميه مركزه اكثر وتكون سريعه في العمل بعدين معالجه. ما كانت من احد اخر، قصدك من شخص طبعا آخر. هي في لاب، احنا من شخص اخر، مش لازم تكوني انت او هي او اي احد يعني. أوكي. هم عندهم المتبرعين اللي يتبرعوا بالخلايا الدهنيه، وهم طبعا حياخذوها على لاب ويشتغلوا. فيها خطر على المتبرع وغير المتبرع المتلقي؟ والله المتلقي طبعا هي يكون ماشي عليها اختبارات كثيره، يعني يعني عاملين عليها دراسات وعاملين عليها اشياء معينه بحيث انه لما تطلع تطلع خلايا غير ضاره. طب كيف طبيعه هذا العلاج؟ كيف تنحقن في الوش؟ يعني اول شيء تجيبوا زي ما قلت عندكم من اللاب بتجيكم جاهزه؟ نعم. هي بالابر، هي بنفس طريقه شفط الدهون؟ هي سهله طبعا، حتكون اسهل بكثير، اسهل من البلازما، لانه البلازما احنا حنسحب من المريضه دم. في بعض ستات يدوخوا واحنا بنحقنهم. أيوة. الاشياء هذه يعني بيخافوا، يعني بيدوخوا من الابره، تخوف. نعم. بس من الابره. نعم. الخوف الطبيعي العادي. نعم هذه حتكون زي الميزو، حيكون عندنا كيت جاهز، مجرد انه هي تكون بودر نحلها بالمحلول اللي موجود معاها ونفردها على الوش. ممكن نستخدم الدرما بين
اللي هي حاجة كده عشان تساعد إنه الجلد تتفتح المسامات وتدخل المادة فيه جوا، أو بحاجة اسمها سكارليت الآن طالعة اللي هو عبارة عن دنمابين مع راديو فريكونسي عشان تدي نتائج أفضل وتشد البشرة بشكل. يعني مدتها دكتورة كم المدة اللي تقعد على البشرة إنها داعية؟ إنها نتائج. يعني كل قديش أعمل الحقن حق الخلايا الجذعية؟ مثلاً تقريبا كل 6 شهور إلى 8 شهور. يعني بتروح. ما هي دائمة. بس إحنا لجبنا مثلاً نفترض حضرتك وحضرتك جدوا أنتوا الاثنين، واحدة فيكم عملت حقن واحدة ما عملت حقن. حسب طبيعة الجسم. بصرف النظر إحنا بنتكلم عن النتائج اللي بتحصل معانا. فاللي يحصل معانا الشخص اللي بيكون حقن بشرته تلاقيها شكلها أشب من الشخص اللي ما حقن حتى لو راح الأثر. أيوة. يعني مثلاً بعد 6 شهور أو بعد سنة لما نيجي نأخذ عينة من جلدها أو أنت لما تطالع فيها تحس إن وشها لا يزال فيه نضارة أفضل من. طب خليني أفهم بس هذا دكتور، ينفخ الوجه شوية زي الفيلر وزي باقي الأشياء اللي. زي الميزو، هو زي الميزو يعني متحطيه. بس نضارة بس حيوية للوجه أكثر. طبعاً أنت أول ما حيتحط يعني بفعل الدرما بين والأشياء هذه حيصير وش مشدود عندك. بس طبعاً الكولاجين الستمسل عندك حتحفز الخلايا إنها تتكون عندك اللي هي الكولاجين وال. بالنسبة للشعر خلايا الشعر وبصيلات الشعر فتلاقي الشعر هو يتوى ايش للشعر كمان يسوى للشعر بعد. نعم. ايش المناطق اللي بعد يتوى لها حسب ممكن وش وشعر واليد يدين. نعم دكتور مثلا احد عنده ندبة احد عنده نعم. مثلا اثار تحفير حبوب وكذا نعم. يعالجها نعم لانه هو كله الفكرة حقته انه بتحفز الخلايا يعني احنا لو نشوف الاطفال لما يجرحوا على طول الجرح يتعب عندهم. ايوه ما شاء الله صحيح لانه في عندهم نسبه كولاجين وتكوين سريع يعني فهذا الهدف من الفكره هذه انه احنا نرجع الانسان لطبيعته انه هو بسرعه بسرعه يكون خلايا وينهي المشاكل يشيل السواد يعالج الهاله السوداء ايوه عادي يعالجها نعم يعالج الهاله السوداء يعالج الشعر تماما نعم. كيف بحقن المنطقه ولا كيف تعالجونها؟ نعم طبعا تتحط الماده تنفرد وبعدين يمشي عليها الدرما بين او الرنه وتمشي عليها. كم عاده عدد المرات اللي انا لازم اتردد على عياده طبعاً خلال كم؟ يحتمل اذا كان الشعر يبغى لك 6 إلى 8 جلسات طبعا لانه دوره الشعر 6 شهور. ايوه الوش ممكن تعمل اول شيء 4 جلسات وبعد كده تعمل جلسات محافظه تحت العين والهالات السوداء كم؟ تحت العين تاخذ لها 4 إلى 6 جلسات. بس الجلسات متقاربه ولا بعيد عن بعض؟ ايوه الجلسات كل 3 أسابيع. كل 3 أسابيع؟ كل 3 أسابيع الى شهر. ما نحتاج تخدير موضعي او اي نوع من التخدير؟ طبعا لازم تحط تخدير في تخدير بس مجرد كريم يعني الكريم نعم. هي بس ابره دكتوره وبتتحقن في الوش زي مثلا ابره الفيلر او كده صح؟ ولا في مثلا عملية جراحية؟ لا 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 ما فيها؟ نعم ما فيها. اوكي يعني مجرد ابرة بسيطة؟ نعم. طب يعني لا تخافون يعني تخافون عملتها ورجعت البيت في مثلا اشياء تانية انتو كاطباء جلد وجراحة تعطوني هي انه انا مثلا ارشادات اعملها كريمات معينة نعم. اشياء معينة طبعا هي احنا لو احنا طالما ان احنا مستخدمين الدرما بين ولا الدرما بين السكارلت اللي مع الراديو فريكونسي محتاجين نستخدم كريمات عشان تخفف شوية من الحرارة والالتهابات هذه بس اول ساعتين قصدي اول يومين وفقط يعني هذا ممكن يسبب التهاب؟ يصير احمرار وتهيج في البشره طبعا عشان احنا ماشيين بالدرما بين. طب دكتوره مين الطبيب اللي يمارس هذا العلاج؟ جراح التجميل او الدكتور استشاري جلديه مثلا؟ ممكن اثنين لانه ما هي تدخل جراحي يعني هي حتجيني زي الميزو بالضبط. الميزو نفس الشيء بيجيني حاجه جاهزه واحطها نفس الحاجه. دكتوره بما انه انت قلتي لازم في ارشادات نستخدمها بعد الحقن هذا، هل لا سمح الله صارت معاكم اي حوادث او تاثيرات جانبيه لاحد مثلا تم الحقن وصار عنده التهاب مثلا؟ لا بعضهم ترى يجيك احيانا في الميزو مثلا ثيرابي يطلع له شويه دمامل بس مخيفه. انا بالنسبه لي لا ما قد حصل. الحمد لله. علاج فعال للصلع. للصلع للصلع ينبت الشعر يعني تحافظ على انه مثلا الواحد علاج فعال للصلع ولا حمايه من الشعر من التساقط كله بجميع كويس الأحوال. هذا يعني هي تعطي حيويه نضاره نعم. يعني تعطي كل الاجزاء اللي ممكن تتعرض نعم. للحقن نعم. صح نعم لانها بتحفز الخلايا هي قلنا احنا خليه ام محل ما تتحط تحفز الخلايا اللي هي قاعده جنبها ان هي تتكاثر بسرعه وتنقسم وتدي كم عاده وزارة. عمر الخليه الام في جسم الانسان سؤال وجيه طبي سؤال طبي بس نسيته من زمان طب عاده متى ابدا انا احقن هذه السن المناسب السن هو عاده لانه من بعد ال 35 الست بتفقد الكولاجين الحمد لله الكولاجين ايوه هذا هو المشكله الكولاجين اللي بيروح مننا لا مو كولاجين كمان عندك العظم يعني بعد 35 سنه كل سنه الست بتفقد بمقدار ملعقه اكل من الجلد صحيح من الجلد الدهون والعظم يعني هذه كلها اشياء كبيره بتنزل منا فالواحد يبدا من 35 وتوكل على الله طب دكتوره هو سؤال شويه بعيد انه هل الكريمات الخارجيه اللي يقول لك مثلا احيانا يقول لك هذا كريم كولاجين استخدميه قد يفيد وبعضهم يسوي لك طبعا دعايات والاسعار خيالية أحيانا هل هي تساعد؟
أنا بالنسبة لي من ممارستي عشان ما يعني ما أظلم أحد يعني في الموضوع هذا، أفضل إنه الإنسان يعني الست قبل ما تستخدم الكريمات هذه تيجي العيادة وتستخدم يعني كريمات وتستشير وأمبولات وشراب. في جيلي إيمان في جيلي تاكلي كذا في أمبول يخوف بيرز. أيوه هل هذه منطقية وطبيا يعني؟ نعم هي تحفز الكولاجين في الجسم، الكولاجين بس هو يختلف يعني، عندك الكولاجين في الجسم يمكن حوالي 30 نوع يعتمد على النوع اللي أنت بتاخذيه حق الجلد ولا مو حق الجلد، فهو لازم الواحد يتأكد من هذه الأشياء. ثاني حاجة يعني عشان يصير تحفيز أكثر والنتائج يصير عندك أسرع مع الكريمات، لازم الواحد ياخذ مثلا جلسة بلازما، جلسة أميزو، جلسة حاجة عشان تخلي الجلد يبدأ يتحرك ويستجيب يعني الأشياء. لازم التدخل الطبي هذه سالفة الكريمات وسوي لك استشارة في البيت زبادة على وجهك وعلى شعرك. دكتورة هذه عادة اللي يعني مثلا في ناس أنا أحس أنه في ناس البلازما ما تكون فعالة معهم لأنه ممكن يكون مثلا عنده مرض فقر دم صحيح، فالبلازما ما حتكون فعالة معاه. نعم فممكن يلجأ للخلايا الجذعية يستفيد منها. أكيد. ما المفروض يعالج من الداخل للخارج؟ هو يعالج فقر الدم أول؟ فقر الدم مزبوط، هو فقر الدم هذا لازم يتعالج. أنا عادة أي ست بتكون تعبانة ومصفرة وحالتها كذا بقول لها شوفي الهيموغلوبين حقك، على أساس أنه حتى لو حاولنا نعمل لها نظارة وبشرة من برا من جوا تعبان، فلازم يتحسن من جوا. بس ممكن تستخدموا للعلاج بالخلايا الجذعية؟ طبعا ممكن نستخدم، بس أنت ما تتوقع النتائج. يعني مثلا واحدة عندها فقر دم وواحدة سليمة الحمد لله ما عندها مشاكل، أكيد اللي عندها فقر دم النتائج تبان ضعيفة عندها. يعني مثلا تقول لك والله أنا حقنت بس ما لقيت فائدة. أيوة. دكتور أريد متى ترفضين حالة تقولي لها لا أنا ما أقدر أحقنك؟ والله إيمان صح، إذا كان يعني إذا كان عندها مثلا أمراض مثلا زي فقر الدم زي ما تفضلتي كده، مثلا تكون إنسانة تحس إنه ما عندها نوع من الاهتمام، لأنه بعد العمليات هذه مثلا الحقن والأشياء دي لازم يكون يعني أنا في العيادة عندي أديكي مثلا 60% إلى 70% من نسبة التحسن، وعليك أنت 40%، يعني أنت لازم يكون عندك متابعة بالكريمات، اشربي موية كويس، كل يوم تغذية كويسة، رياضة، كثير من الأشياء كويسة. مراهقات نعم بيجوا مراهقات يطلبوا هذه الجلسات، وهم غالبا يعني السيدات من بعد 30 يعني. بس المراهقات ممكن عشان حب الشباب واثاره والاشياء. دكتور عريج طبعا احنا ما زال مواصلين لنا سؤال كثيرة، ولكن اسمحي لنا والمشاهدين لفاصل قصير ونعود. ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل مع دكتورتنا أريج الحسين. أهلا فيك. أهلا وسهلا. أسئلة كثيرة. أهلا وسهلا. طيب نرجع عندك، هل الحامل اليوم قد تعرض نفسها إلى علاج AAPE؟ في سيدات بيحبوا يهتموا بنفسهم على طول، يعني الحمد بالنسبة ليها ما يعتبر فترة فاصلة، يعني نفس الاهتمامات حقتها بتكمل. هي آمنة البوتوكس والفيلر والAAPE والبلازما كلها آمنة؟ البلازما الAAPE وبس البوتوكس لا، يعني نوعا ما الناس بتكون حريصة أنها ما تستخدم. بس البوتوكس ما تفضلي؟ نعم. ليش؟ صحيح ان الكمية بسيطة اللي بتنحقن، بس الواحد ما في مكان محدد. نعم بس الدورة الدموية عندك في الوش يعني عالية، اعلى دورة دموية موجودة في جسمك وقت الحمل. نعم طب هي ممكن يحصل امتصاص ان شاء الله حتى لو 1% لو حتى نص في المية، بس ما يضمن الواحد. ولم تكون واحدة بترضع برضو امن ليها ان تستخدم الخلايا الجذعية وقاعد يرضع بوتوكس؟ لا خلايا الجذعية امن، لكن البوتوكس والفيلر والاشياء دي لا. الفيلر امن بس البوتوكس لا، هو اكثر شيء خطر. طيب ايش ممكن كمان الخلايا الجذعية تعالج غير نظارة البشرة؟ زي ما تفضلت الأخت غزل قالت انه بالنسبة للاثار الحروق الجروح اثار حبر يعني مش بس على الوجه، ممكن اي منطقة في الجسم. نعم. كمان نعم اذا بس الواحد عنده اثار، في ناس تجيهم اثار حروق في يدهم كلها ممكن تتعالج. تعالج وتساقط الشعر. وتساقط الشعر ترى هي بدأت من المشاهير والان نزلت الى الشارع الAAPE كتقنية للعلاج، اي لانه الشركات الان بس اصبحت تنتجها بشكل كبير، يعني دحين عندك اليابان وكوريا وامريكا اعترفوا بها كعلاج، يعني اللي هم هيئه الدواء والغذاء السعوديه ايضا اعترفوا فيها الFDA. والله ما اعرف. طيب دكتوره بالنسبه عفوا للصلع، يعني لما يكون شخص اصلع تماما ممكن تعالجه، ولما حتى تكون سيده شعرها خفيف بتعالجه اوكي تمام، بس لما يكون اصلع هو تماما طبعا هذا يبغى له اختبار عشان الواحد يشوف هل هو بس يعني في بصيلات للشعر ممكن تستجيب ولا ممكن يكون عندك صلع بسبب حرق. لو كان صلع بسبب حرق معناته خلاص وراثي
وراثي ممكن يتحسن. طيب دكتور، هل ممكن انا اسوي العلاج واطلع حفله او سهره او اطلع تلفزيون بكره؟ يبغالك 8 ساعات على اساس انه البشره ترتاح فيها، وبعد كذا ممكن تحط المكياج حقك وروحي اعملي مثلا. ايش طيب السايد افكتس او الاثار الجانبيه اللي ممكن يعني انت تخافين ان تروحين حفله بعدها او انت عندك مناسبه خاصه بعدها؟ هي طبعا العمليه حقت انه الواحد لما يمشي بالديرمارون على السكن بيفتح جروح، طبعا حاجات تكون مفتوحه، فالواحد بيخاف لا سمح الله يصير فيها التهاب. فعشان كذا المكياج لو الواحده حطته حيقفل الخلايا نفسها حقت الوش الجلد، فبالتالي يصير في التهابات وشيء. بالتالي ما تعرضي انت بشرتك بعدها لاي نوع من انواع الكريمات ولا اي قد ايوه الفتره يعني تقريبا 8 ساعات ممكن 12 ساعه ما في مشكله. جميل. يعني لحد ما تلتئم الجروح وتقفل. هو يفضل انه ما تستخدم اي حاجه تماما مثلا لمده يوم كامل، ما تعطون بعض المضادات الكريمات معالج الانتيبايوتكس تبيك الانتيبايوتكس. طيب خلينا نتكلم بس عن الاسعار، هي هذه تعتبر غاليه جدا الان. يعني فالفئه المستهدفه مين حتكون؟ من حيكون الزباين اللي حيجوا يسووا كشخ بالفيلر ولا والبوتوكس؟ هي غاليه جدا مقارنه مع الفيلر والبوتوكس، هذه اضعاف السعر. الله يبشرك بالخير يعني طمنتينا طمنتينا نورتينا الدكتورة. الله يحييكي. وطبعا يعني هذه تقنية جديدة نحاول نجربها. أهلا وسهلا أنسو. نورتينا. الله يحييكي دكتورة أريج حسين، استشارية جراحة تجميل، مرة شكرا، يعطيك ألف عافية. وآسفين على أنه إحنا هلكناكي بالأسئلة. لا لا بالعكس، أنا مبسوطة اللي معاكم. عموما إحنا هنطلع فاصل مشاهدينا ونرجع نهلك الدكتورة بالأسئلة. هذه هي الصورة النمطية اللي عرفناها زمان. وهذه الصورة خارجة عن النمط كله واللي الظاهر رح نعتاد عليها مع الأيام. من سنوات والمجتمع كان ينظر للمرأة على أنها مخلوق ضعيف ما بيده حيلة قدام الرجال، وكل اللي يطلع منها كلمة واحدة وهي نعم، إلا ما نسمعها منها حتى. مرت الأيام، الزمن تبدل، البنات تغيروا، والأدوار بعد تبدلت. أنت هاي أنا مو أنا فيك، أنا مو أنا فيك، لا ما ترد علي، لا تطنشني. وشلون تعطيني ظهرك؟ أنا ما خلصت كلامي، شلون ها وشلون؟ والله ما دريت، ما دريت يعني أنا ترى أنسى. وش اللي ما دريت؟ وش اللي ما دريت؟ وش اللي ما دريت؟ ها وش اللي ما دريت؟ يا من وأنا محذرتك وقايلت لك ما لما خلص كلامي تعطيني ظهرك وتمشي. أنت أعطيتني ظهرك ومشيت وأنا صاير كل يوم والثاني نسمع في الأخبار عن ضرب زوجة لزوجها بدون مراعاة لفكرة إن رجل اللي تعود عليها مجتمعنا، كسر قزاز وكفوف على الطاير، ضرب وطرد من البيت. تتساءل بداخل نفسك إيش اللي قاعد يصير، لكن إحنا اليوم رح نتساءل لكن بالصوت العالي إيش اللي قاعد يصير. وداد ايش اللي قاعد يصير؟ الزمن تبدل والبنات تغيروا. عن الموضوع وضرب الازواج اللي منتشر كثيرا اكيد ضيفتنا في الاستديو مروه الصقعه بالاخصائيه النفسيه، حياك الله. اهلا وسهلا. يعني المنظر الحاله صراحه هي شعيبي وهي تطق في ناصر القصبي بالفيديو كوميدي. نعم صحيح. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم احب احييكم، الله يسلمك يا رب، وهني الشعب السعودي باليوم الوطني باذن الله، وينعاد على الوطن جميعا بخير. علينا وعلى الوطن جميعا. شيء كوميدي طبعا، انه زي ما انقال في التقرير شيء غير مألوف، لكن هو سواء رجل او امراه شيء غير مقبول بتاتا انه الواحد يتعامل كضرب. بالضرب طبعا. ما هو من الانسانيه اصلا يعني. صحيح. ولا اي انسان يتعامل بالضرب. ايش يصنف عالميا على مستوى مثلا منظمات عنف؟
طبعا هذا يعتبر الرجل يعلم جسديا هو الابيوز طبعا ومن حقه شرعا كمان ان هو يروح يطالب بحقوقه ويشكي عليه في الشرطه صحيح قوانين قوانين الحمايه الان عزيزتي كمان حمايه الرجل لا لحظه قوانين حمايه الرجل الحمايه بشكل عام ضد العنف سواء كان او الاعتداءات سواء كانت جسديه جنسيه ايا يكن والآن طبعاً كمان الحماية نشطت كثير عن الأول وصارت تأخذ حقوق المرأة والطفل عن الأول طبعاً إحنا زي ما قلنا هل تعتبر ظاهرة إنها ما شيء منتشر ولكن فرضاً الرجل لا حول ولا قوة وين يروح مسكين مسكين خطية وين يروح يشتكي يروح الشرطة والشرطة تأخذ الحماية لا حول له ولا قوة يعني صراحة إيه يعني ممكن لكن في تساؤل هنا ممكن مثلاً إنه وش اللي يخلي الرجل يصبر يعني مثلا احنا قلنا المرأة ضعيفة ممكن ما عندها بيت اذا اتطلقت او اذا صار في شيء طيب يعني الرجل وش يعني بس مروه هل هي ظاهرة الان موجودة منتشرة انا قريت في مقالات في السعودية انه في الزوجة المصرية هي الاولى عالميا لضرب ازواجهم صحيح. وفي الكويت 10% من الزوجات يضربن ازواجهم طيب في السعودية اللي ما اعرف في السعودية ما شفت الاحصائية ولكن ما هو كثير مرة زي مصر لان كنت اقول فعلا مصر السعوديات تطيفات في مصر وصلت للقتل اكيد السعوديات مصر وصلت للقتل كمان اي في واحده تذكر مصر ولبنان والكويت ممكن يكونوا من اكثر الدول عاد كمان في لبنان بصراحه لو قتلته يستاهل لان في لبنان اللي ضربت زوجها بالكهب يا جماعه الكهب خرم دماغه راح على المستشفى طلعوا له كهب من راسه هذه يعني قصه كانت فتره منتشره صحيح طيب ايش الاسباب اللي تخلي السيده تضرب الرجل؟ اولا ممكن تكون اسباب بيئيه انه هي نفس عائلتها كلهم يتعاملون بنفس الطريقه بالضبط نشات على انه الام ممكن تكون قاعده تضرب ابوها فعادي جدا ممكن تكون هي عنفت وهي صغيره من يعنف ممكن يعنف وهو كبير ممكن تكون عندها مشكله نفسيه فعدم اداره الغضب عندها ولكن وسيله التعبير عن الغضب خطا اللي هو الضرب ممكن هو عصبها وضربته ممكن رده فعل ممكن طب دكتور ممكن هو يضربه انا اضربه في حالة هنا اختلف الموضوع انه انا مثلا قاعدة ادافع عن نفسي فهي حماية انا والله ضربني فضربته اختلف الموضوع شوي عن انه هي تضرب بدون سبب او تضرب على اسباب تافهة ليه ما جبت غرض البيت كفين ثلاثة مثلا طيب دكتورة مروة معلش سؤال ايمان الاعتيادي هل انت مع ام ضد ما عم ضد انه المرأة تضرب زوجها خصوصا لما يمد يده انا ضد الضرب بشكل عام سواء كان مرأة او رجل غير مسموح ولا الطفل صح لا لا للعنف طب لو المرأة انضربت ايش تسوي تسكت تبكي لا ولا ما تسكت تبكي لكن يا عزيزي ما في قانون هنا ذيك الساعة اوكي نقول والله الواحد ما اخذ حقه عشان كذا قلت لك الحماية الحين تشتغل مرة بشكل مرة 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 كبير واحسن من قبل بكثير وبشكل نشط جدا مثلا لو المرأة ضربت خلينا نقول مثلا طب أسباب ضرب المرأة إيش هي؟ هنلاقيها ممكن يكون نفسها أسباب ضرب الرجل. بس في ممكن شيء واحد مثلا إنه المرأة الرجل يعتبر المرأة لأنها ناقصة عقل ودين مثلا. ما هو تفسير نقص العقل والدين؟ هل نقص العقل إن هي متخلفة عقليا؟ لا طبعا. متخلفة عقليا ما تنضرب المفروض ترحمها. إنه أنا أعرف نفسي إن الله أخذ من عقلها وحط في العاطفة عند المرأة. بالضبط إن هي عاطفتها أكبر من عقلها صحيح. هل هي الان نقص الدين كلنا عارفين يعني ايش نقص الدين مسموحه شرعا باشياء بعدم الصلاه والصوم في اوقات معينه في الشهر يقول لك هذه غير اهليه لانها ناقصه عقل ودين بس غير مسموح لها تسوي كذا وكذا وكذا تنضرب على اتفه الاسباب يعني هي مثلا نسيت تحضر الغداء بدري بدل الساعه 2 صار الساعه 3 الا ربع تنطق بعدين هو نسى هو يجيب المقاضي المفروض ينطق يا عزيزتي اذا هي ناقصه العقل مفروض عادي ان هي تنسى تسوي الغداء عادي تخلي الطفل يروح يغرق في البانيو مسكينه صح ولا لا غير مؤهله فاحنا ما ناخذ نقصات عقل ودين بالضبط غير مؤهله او غير اهل لكن ما ناخذ نقص عقلات ودين ونحطها حجه عشان نضرب طب دكتوره هو ممكن يتاثر نفسيا يعني لما ينضرب اي طبعا انا تاثرت عليه نفسيا انا عجبني انا مبسوطه انا عجبني الريبورت شريره صراحه مبسوطه حس المراه تاخذ عندك نزعه عنف جوا بس يعني انا مع المراه اللي ممكن تاخذ حقها يعني مثلا ما هو يضربني وانا اسكت وازعل واروح المحكمه عادي هو ضربني بشيء اقوم انا بالطفايه مثلا بس اللبنانيه قالها يضربك قالت بضربه كفين وثلاثه واربعه ما شاء الله هذه قويه احيانا يكون رد الفعل السريع لو اذا جاني شيء اجي يعني ارد نفس الشيء بس مو هذا يوقفه عند حده ممكن لا وممكن يزيد لان هو نفسه ما حيتقبل انا عجبني الريبورت انه خلى الرجل اذا شاف الحين اي رجل يشوف الريبورت يضع نفسه مكان المراه اللي انضربت كيف تحس؟ انت قاعد تضحك انه
شوف كيف انه مثلا ضربتك ولا اهانتك ولا يعني انت عندك مشاعر هي عندها مشاعر, هي عندها مشاعر. انت عندك كرامه هي عندها كرامه, انت عندك اهل هي عندها اهل, يعني ما في فرق. فليش نتعامل بالشكل بس المجتمع هذا؟ انا كنت جيت وابغى اقول لك انه المجتمع مجتمعنا الشرقي يتقبل عادي انه المرأة تنضرب والرجال يعنف المرأة, بس في المقابل لو جات المرأة ضربت الرجال اوه ماي جاد. يعني شوف احنا ضحكنا, يعني احنا حسيناها معنف وسريع. صحيح, لكن احنا ليش؟ لان احنا دائما عندنا منظور معين للرجل, وخاصة الرجل الشرقي. هذا رجل البنت من هي صغيرة تتربى على انه زوجك اسمعي كلامه, اذا قال لك شيء قولي طيب حاضر, مشي غلطان معلش معلش ضربك ينسى على الزوج دكتور. بالضبط. فكمان احنا لا ننسى دور البيئه والمجتمع والاشياء اللي احنا تربينا عليها. ما ابغى اعمم الفكره, ولكن ولا هي اساءه للرجال, اذا في رجال الان يسمعوني ما هي اساءه للرجال, ولكن كيف ان احنا نؤهل يعني نخليه اولويه الى حد ما, استغفر الله العظيم. هذا الرجل ونبجل الرجل وخاصه الشرقي, يعني الرجل غير المراه, هذه احنا ما نختلف فيها, الرجل مختلف عن المراه. الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا, مش أيوه. بما ضربوا. صح, مش يعني بما شيء انفق قديرة. ممكن تضربه اذا صارت هي تصرف؟ لا طبعا. لكن ممكن اذا هي انفقت تضرب وضربت ممكن هو يسكت. صح, يسقط منه حق القوامة. ما ممكن طبعا دينيا يعني دكتورة مروة. لن افتي في الدين, لن افتي في الدين, ماني مختصة في الشيء هذا, ولكن اتوقع اي اذا كان القرآن قال كذا. لكن يسكت الرجل احيانا اذا ممكن تكون واحده من الاسباب ان يعني هي اللي قاعده تصرف على البيت. بالضبط, هو ممكن يتكلم ينطق ويسكت. بالضبط, هو ما قادر يسوي شيء عليها انه الرجل اصبح ينضرب ويسكت خلاص, انه صار متقبل الموضوع. ايش الاسباب؟ زي ما ايوه زي مثلا بتصرف على البيت فهو عشان كذا ساكت, ماسكه عليه زله مثلا عشان كذا ساكت. اشياء بيئيه, شخصيتها اقوى. الشخصية الأقوى ما نبغى نحط الشخصية القوية إن هي لازم تضرب, لأن الشخصية القوية شيء جدا يعني شيء ميزة ما هو عيب. صح, فما نبغى نحط الشخصية القوية إنه هي شخصية قوية فتقوم تضربها. صح, اللي عندها شخصية قوية تعرف كيف تدير الأمور وتعرف كيف تتعامل مع الغضب, تعرف كيف تحتوي الأشياء بدون عنف وبدون إساءة, وتاخذ حقها كذا بهدوء من غير طاق من غير سلاح من غير شيء وتكون ثابتة على موقفها. هذه هي الثقة بالنفس وهي هذه قوة الشخصية. ولكن مو بالضبط, يعني الطفل بأربع سنين ترى ممكن يضرب, يعني صح أي إنسان ممكن يضرب, لكن هل هذا طريقة التعامل؟ هل هذا معامل حياة؟ عبير مرة مكيف على الموضوع. عبير مصر انه يستاهل, مرة عبير مبسوط على الموضوع اللي تقول أخيرا أخيرا قدرت تبدي. أنا خايفة في يوم من الأيام ما تكوني يعني موجودة معك. لا إن شاء الله بسبب ما عشان أنت ضربتي. لا شوفي, هو أنا الحمد لله, يعني الحمد لله ما واجهت شيء زي كذا, الله لا يكتب علي ولا على أحد فينا ولا على السامعين. بس إنه فكرة إنه المرأة تنضرب يعني دائما نسمع فيها زي ما قالت إيمان, لكن إنه مثلا حرمة تضرب رجال كمان جديدة في المستوى. هي تضحك مرة أي بصراحة, مو جديدة بس مرة تضحك وأحسن. عالميا موجودة على مستوى دول العالم الثانية, يعني غير الدول العربية في موجودة, في لأنه العنف في. ولكن مرة شفت واحدة سمرة في سوبر ماركت في أمريكا فرشت زوج أفريكا أمريكا طبعا أمريكا طبعا, ما شاء الله هي ضخمة كذا وماكلة كل الشيكن وينز بيج ماما, عرفتي؟ في إيطاليا في كمان في الاثنين, انه الحريم يضرب الرجال الايطاليات بعد الباستا يعني زي العرب كذا. طيب الحريم يضرب الرجال والرجال يضرب الحريم في مد ايدين, ولكن احنا طبعا ما نعرف الاحصائيات, بس برضو هذا عندهم ترى ابيوز, يعني هذا عندهم اعتداء وممكن تسجن هي, وفي عليها قوانين وفي عليها محاكم وفي عليها سجن زي هنا. لكن هنا ممكن هو يتفشل عادي, تنسجن طبعا عشان نتفشل, لكن تبغى تضيع حقوقك خلاص. طيب الحل ممكن احنا بدل ما نبدا نشكي اول شيء. طيب اول شيء احنا ممكن ناخذ الزوجه هذه احنا ماخذينها, ما احنا عارفين اصلا طباعها, نقعد مع بعض جلسه حلوه كذا هاديه. ايش الاشياء اللي تزعل؟ غير ضرب, جلسه حلوه غير ضرب, وخليه احسن يسوي الشاي ويسوي العصير عشان ايش الجلسه تكون حلوه. ايش اللي يزعلكي؟ طيب انت تعبيرك بالطريقه هذه ما تعجبني, يعني ما هو طريقه انك انت تضربيني, انت ما حتقبلي مثلا. يعني انا اتخيل ما حتقبلي لا تضربيني تكفين دكتور, عرفتي انك انت جالسه تتكلمي قلت يعني حسيت انه رجال انه لا يعني ما اعرف لا تضربيني من جد. لا لا مو يعني انه متحاور ممكن اطلب منك مع بعض يوصلوا الحل. انه ايش رايك تاخذي شخصيه ابو بدر
وتفسري لنا هي نفسية يعني أولاً إيش اللي في باب الحارة؟ لا اللي في باب الحارة فوزية فوزية يموت عليها أيه؟ طيب والحياة يعني شوي من يعني وينضرب لين نهار ضرب ايوه ضرب الحبيب زي للزريبة فانت ممكن تفسري لنا اياها من الناحية النفسية انه ايش مثلا مصبر ابو بدر مع انه هو الرجل وبيخرج وكان من ايام مرة زمان وبيروح يشتري وبيروح مثلا يقضي البيت ويشتغل والحركات واخر شيء ينطق في البيت واخر شيء حرام طيب الحبيب ينضرب ممكن لا يا دكتورة طيب ما هو الحب الحب اول شيء لازم يتفاهم معاها على طريقة انه كيف تعبري عن مشاعرك ممكن تكون هي انسانة يعني ما تقدر تسيطر على غضبها ممكن ثاني شيء ما قدرت في شيء اسمه تلجأ للمساعدة طب تعالي يا بنت الحلال نروح لاستشارة زوجية او احد الاخصائي النفسي ايا يكن كيف تدير الغضب ما نفع ممكن يطلقها في هدوء لو ما يبغى فضيحة والله تطقه ما نفع ذيك الساعة يروح يشكي لازم يشكي عشان هي اذا ما ارتدعت بالطريقة هذه لازم تعرف انه في رادع صح زي الزوجة ما قاعد يضرب زوجته ترى ما حيرتدع ما يعرف انه في قانون في شيء ممكن يخليه يردع طب هو ده سؤالي اللي هو نصيحة للرجل اسال ادب اسال ادب اي نصيحة للرجل المضروب في مجتمعنا لمن يلجأ هل هنا يتصل على خط العنف سوري يعني لا ننسى اكيد يبغى نصيحة اول شيء زي ما قلنا يحل الامور بهدوء ما صلح ممكن يكلم الاهل اذا اهل نفس الحاله يحاول ياخذها قصدك اهلها دكتور اهلها هي ما يبغى مثلا يطلق خلاص اديك الساعه يلجا الا يتصل على 191 تكفون تكفون لكن ارجعوني معلش ارجع عبير لابو بدر ابو بدر حنرجع مروه بس اسمحي لنا اكيد حنحتاج فاصل احنا هنطلع فاصل مشاهدينا ونرجع من جديد شكرا لك من جديد رجعنا لكم في فقرة كلنا نحبها الفاشن والملابس وإيش حتلبسين اليوم يا غزل إيش بكرة أنا عادي أضرب بس كمان لازم البس كشخه طبعا اكيد ضاربه من كشخه لازم ولا كشخه اضرب طيب خلينا نتكلم عن الفاشن شويه بما ان احنا يعني اختياراتنا احيانا للملابس بين لما الواحد يختار للسهره او يختار كاجوال سبور شيك ما هو عارف ايش حيلبس كل يوم يلبس نفس الشيء الميزانيه لازم تتعدى حدودها طبعا مع الشوبينج شكلك زعلت يا ايمان لا خصوصا انا المعايير اختلفت صار اذا ما انت لابسه ماركه انت مو شيء انت مع الماركات في ماركات الغالية مرة هذه إن شاء الله لما نوصل مواصيلها بإذن الله يعني كده في يوم من الأيام أنا نلبس هذه طبعا ما أعرفها بس في ماركات غالية ما هي حلوة عشان أيوة صحيح يعني تصلح لمناسبة الستيج مثلا للفاشن شو في ماركات غالية مرتبة تصلح لك ككاركتر صح طيب خلينا نروح إلى زميلتنا غالية أمين إلى دبي ونشوف تقرير مع المصمم السعودي حاتم العقيل وأخذ تصاميمه ونصايحه للمرأة السعودية تمام أهلا بكم مشاهدين برنامج سيدتي في كل مكان اليوم معايا مصمم الأزياء السعودي حاتم عقيل وحنتكلم معاه على الكولكشن الجديدة حقته اللي مرة حلوة أنا شفتها وفيها أحزمة وألوان مرة كثير أهلين حاتم أهلين هلا كيف حالك الحمد لله كويس كيف حالك الحمد لله يسلمك صراحة أنا شايفة في your Instagram وكثير من your posts مرة في أشياء حلوة ومرة عجبني أنك كتبت أنه high fashion meets tradition أشرح لي زيادة على الموضوع يعني لما انا بدات كنت ابغى انه المظهر التراديشن يكون شيء مختلف يعني مش بس يكون تراديشنال ممكن يكون هاي فاشن الحمد لله من اول ما انا بدات كولكشن حقتي كنت في مكان اسمه فيلا مودا وفيلا مودا كانت ملتي براند بوتيك كانت اول ملتي براند بوتيك في دبي قبل بوتيك وان قبل فيفث افنيو كانت بتبيع اللي هي الانترناشونال براند زي دولتش كابانا ماني برادا يعني توبي كان من ضمن الماركات هذه فهو هذا الفكره انه هاي فاشن يمكن يكون تراديشنال كمان طب قول لي زياده على الكولكشن اللي اليوم بتصورها كيف ايش الوانها كم قطعه ليه من فين جاك الوحي حقها كولكشن طبعا عملت انا فوتوشوت من كم يوم اللي هو فول كولكشن اسمها كولكشن بابيون
بابيون معناته فراشه بالفرنسي، طبعا اللي هي اللحظه لما يرقى اللي هي الكاتربيلر بتكون turns into a butterfly. قبلها بتحس بملل، بتحس انه the world is over. ففكرة الامبرويدري دائما بيكون عندي فيه ستوري. الفكرة هي اللي هي الايفولوشن كمان حقت الكاتربيلر، كيف صارت باترفلاي. فالتطريز عبارة عن الباترفلاي، كيف صارت باترفلاي اول ما تحول من يرخى لباترفلاي. طبعا الالوان كلها ميتاليكس دحين مرة دارج الميتاليك. وفي كمان سيكونس ميوتد سيكونس. حلو. قللنا من اللينن، طبعا كنا دائما معروفين باللينن العبايات. في لينن بس الحين مركزين على كريب والمور ايري لايت فابريكس. كيف تقدر تلبس الكولكشن؟ يعني في عباية تقدر تلبسها وانت مسافر، تحطها على ايش اوتفيت؟ ممكن اي عباية من توبي فان تتلبس في التحلية او تتلبس في افني مونتان، تلبس على ستون ستريت. الموضوع هو ميكسينج اند ماتشينج، هذا هو الاساس. يعني الواحد يعرف كيف يعمل ستايلينج مزبوط، وممكن يلبس اي شيء مع اي حاجة. collection third season for women. Yeah. قل لي زيادة، كيف حسيت إقبال السيدات على الكولكشنز؟ الحمد لله إقبال إيجابي. أنا أول ما بدأت في النسائي كنت بعمل ديزاين لست عمرها يعني 18 سنة وسايز زيرو. طبعاً السايز زيرو وومن does not exist عندنا في الكولكشن. فدحين بدأت فكرت إنه لا، خلينا يعني نعمل أشياء عملية ممكن أي أحد أي ست تلبسها، إن كان أي body type. وهي لونج جاكيت، ممكن تكون لونج جاكيت، ممكن تكون عباية. وأفضل إنه ما نسميها عباية، وأفضل إنه موضوع العباية ما يكون متواجد في الفاشن، عشان أي حاجة ممكن تلبس رغم ما تكون يعني بوكس في مكان. من فين تستوحي أفكارك؟ يعني عندك فاشن ستايل مرة فكرة حلوة، غير إنك تسوي فاشن شو وتصرف عليه مرة كثير، وعندك فكرة الكاتربيلر والألوان وقصاتك كمان مرة يعني كلين كات تحسها. شكرا. من فين تستوحي الأفكار؟ والله على حسب، من الفن، من الأفلام القديمة، أحب الستايل القديم، أحب المصممين العظماء القدام زي سان لوران، زي كلود مونتانا، زي يعني بلنسياغا، يعني من زمان، من أيام زمان. أيوه. دائما أحب أجيب الأشياء القديمة وأجيبها إلى الأمام شوية. أشياء اللي الكلاسيك، يعني العبايات حقتي او ممكن تقول الجاكيتس حقتي، ماس يعني ممكن تتلبس في اي مكان وتكون تايمليس. الترندز بتجي وبتروح، بس الاشياء الكلاسيكيه بتفضل وتكون قاعده في الدولاب، ممكن انت تستخدمها في اي وقت. نصيحة للبنت الخريجية اللي تبغى تلبس ملابسك، كيف تلبسها ومع ايش؟ اوكي، انه هي يكون عندها ستايل حقها الخاص، وتعمل ميكسينج ماتشنج بين الاشياء حقتي، يعني ما تنتظر انه اوف ذا راك كله يكون زي بعضه. عشان كده دائما انا لما بعمل فوتو شوز حقتي دائما يعني اتمنى انه يكون في مصممين مختلفين من ضمن الكولكشن، يعني ان كان ستيلا ماكارتني، ان كان كارين هيريرا، ان كان مثلا ان شاء الله اشي او اي احد من الريجن، نوع من الميكسينج ماتشينج. العباية هي is an item that can be worn by anyone وممكن تتلبس بأي طريقة، فواحد ما يتقيد، بس أهم شيء إنه الستايل حقها يكون متواجد ويسوي ميكسينج ماتشينج. أهم شيء. أكيد أكيد طبعًا. طب إيش تدي نصيحة للرجل؟ لا ننساهم طبعًا، حتى أنت ما بعد ما نسيتهم رحت للستات. لا إحنا ما نسيناهم، ما ننسى أبدًا. فإيش تسوي؟ إيش تديهم تيب كيف they style مثلًا a simple thing زي توب؟ أهم شيء في الرجال إنه يعرف يلبس شيء يكون يعني finished مزبوط. التوب لما يجيبه يشوف الخامة تكون مزبوطة، يشوف الخياطة تكون مزبوطة، الفت يكون مزبوط. طبعا احنا نحب التفصيل، خصوصا السعوديين يحبوا التفصيل اكثر من اي مكان، for a reason، يعني سبب، عشان الفينيشينج وعشان الستيتشينج وطريقه الفت. ومن ناحيه الترندز الرجال يعني كمان ممكن يتابعوا الترندز، واذا فكروا اكثر في الموضه مش عيب.
فين تحس العالم العربي حيكون في الفاشن كمان 5 سنين او 3 سنين؟ في ناس كثير ما هي قادره تتصور انه قد ايش خصوصا الحريم السعوديات متطورين في الموضه. في واحده اسمها ايزابيلا بلو كانت الاديتور ان شيف حق التاتر ماجازين، هي توفت فكان بتقول لي كان بتروح هي افراح، كان بيعزموها تروح افراح في الرياض، بتقول حاتم انا عمري ما شفت انا الاوت كوتشير اللي بشوفه انا في الافراح السعوديات زي ما انا بشوفها في اوروبا او في امريكا. بتقول لي كانت في الفاشن ويك بعدها بيومين من باريس بتشوف نفس الفساتين اللي شفتها في الفاشن ويك في الافراح السعوديه. البنات الخليجيات طبعا انا عارف السعوديات عشان هذول يعني ماي فاميلي، ممكن تقولي من اكثر البنات المتطورين وعارفين وفاهمين الموضه من حتى يوروبيان عشان هم فروم داي 1 ديف بين جيفن فاشن. يعني تسوي كاستمايز لعباياتك؟ بنعمل كاستمايز عبايات بس الى حد ما، بنحاول انه نخلي يعني ستايل معين يعني واحد ما يتعداه، بس على حسب على حسب. السعودية بطبعها محافظة شوية، كيف تقدر تلبس لبس يخلي شكلها مودرن بس كمان تحافظ على احتشامها؟ دائما انه لازم يكون في بيس الكواليتي، بيس الاندفجواليتي، انه هي تكون تفكيرها وستايل حقها كمان متواجد، ان كانت محجبة ان كان ما هي محجبة، مهم انه هي يعني شي ستيكس تو هير كونسبت. وانا ضد انه الواحد يروح مثلا اي ديزاينر براند ويجيب الاوتفيت كله زي بعضه. لازم تكون في شخصيتها في اللبس اللي تلبسه، ودائما شخصيتها حيكون يعني بارت اوف ات حتكون كلتشر، فهذا هو يعني ماي كونسبت. حلو، شكرا حاتم على وقتك، صراحه مصمم جدا مميز. شكرا، اهلا وعوده لكم زميلاتي في استوديو سيدتي في الرياض. غالي أمين شكرا على المعلومات الجميلة والديزاينات الجميلة، صراحة ممتعة. شفت الألوان؟ مرة حلوة، بالذات العبي حقته واللي معاه بنطلون هذا الرمادي من فوق ده مرة روعة. آخر قطعة كده عشانها طويلة. حلو إنه غالي سألته يعني إنه إحنا البنات السعوديات أغلبهم يعني بيحبوا يلبسوا أوكي على الموضة وكده والفاشن، بس إنه لأنه ترى كمان يسوي عبايات هو حاتم. أيوه أيوه إن شاء الله عباياته حلوة وألوان بيربل وعندي حلو انها ما نسيتنا. لا كيف تنسانا، هي سيدتي طبعا. وكمان اتكلم عن شيء مهم انه القطعه الكلاسيكيه اللي لازم تكون موجوده في كل دولاب واحده فينا. فانا مثلا احب مثلا زي كذا انه عندي فستان اسود لازم انه هذا موجود، انه هذا فستان اسود الماستر كلنا بالضبط، كل انه لازم يكون عندنا فستان اسود المنقذ كذا للايام انه للزنات. طيب سيداتي ومشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه. اهلا بكم من جديد مع الفن التشكيلي، ضيفتنا في الاستديو مرام آل مجلي، شرفتينا. اهلا وسهلا. ايش اللوحات الجميله هذه والالوان والفحم؟ شكرا لك. كيف الفن التشكيلي معك؟ كيف بداتي عاده؟ اول شيء انه هو جد موهبه من اول، عرفتي؟ بس انه متى تطورتها؟ قبل 4 سنوات. يعني وانت صغيره كنت تمسكين تلعبين في الريش، تخربين الجدار، تلعبين في الشراش كذا؟ لا مو صغير تسوي. لا مو دائما. متى حسيت اني انا احب ارسم؟ لما كنت يمكن سادس ابتدائي رسمت لوحه بالقلم الاسود كلها كامله، كانت عباره عن فواكه، اعجبت الاستاذه، كانت كلها تنقيط يعني بالتنقيط، اخذتها وعلقتها. لما حسيت بشعور اللي انا انجزت فخر شيء كذا، إيه انا رسمت لوحه خلاص بعدها حبيت ارسم. قامت الاستاذه كل ما ارسم لوحه تاخذها تعلقها. يعني بدات تشجيع من المدرسه؟ اي من المدرسه. والبيت؟ البيت اللي فيه الوالده. طيب وكيف طورتي نفسك؟ طورت نفسي توني قبل 4 سنوات لما على الانستغرام، يعني لما شفت برامج التواصل الاجتماعي كذا انه حسيت شغف اني انا ارجع ارسم. يعني انت عضوه في الجمعيه كمان صح؟ جمعيه الفنون؟ ايه صح؟ كيف دخلتي في العضويه هذه؟ عن طريق دوره اخذتها عند مركز اميره تعليم.
أول مركز سعودي تعليم وتدريب عن في تنافس داخل الأضباط، تنافس كلوحات ومعارض تتسوى ولا إيش اللي عاد؟ أكيد بس إنه أنا المعارض إنه ما شاركت المعارض اللي أول معرض لي اللي حاليا الحين في هذه العودة. حلو. يعني هذا أول معرض لي. مبروك. ما شاء الله. طيب إحنا زي ما إحنا شايفين ما شاء الله في الاستوديو وكل اللوح حقتك، كلمينا عن الفن اللي تقدميه. ايش الخامات اللي تستخدميها؟ كمان احب ارسم البورتري، يعني هذا شيء عشقي، لوحه ما فيها بورتري ما احس اني رسمت. طبعا هذه لوحه خادم الحرمين، هذه شغاله عليها انت الان. ايه هذه ان شاء الله اهداء البرنامج. هذا فحم مناسبه اليوم الوطني. ايوه فحم. انا خايفه افتحها. اي لا انت فتحتيه بينكم. طب ايش الخامات اللي تستخدميها؟ الفحم. ايه الفحم، رصاص، الدرجات حقته، البام باستل، ريش الميك اب. طبعا هذه ريش الميك اب، ليش تستخدمي ريش الميك اب مش الريش حقت الرسم الثانيه؟ لانها تكون انعم، ادق، يعني الرسم فيها يكون دقيق اكثر، اصغر بعد. ايوه المساحات الصغيره. نبدا نرسم نلون واحنا نسولف. طب مرام، لوحات زيتيه اللي هي مثلا توقفي كده وبالالوان والفرش حقت الالوان الزيتيه، ما عمرك جربتي؟ الا جربت بس ما طلعتها لاني لسه ما بعد حسيت اني نفسي فيها. طبعا مرام هذول صور يعني خادم الحرمين وكمان سمو الامير محمد بن سلمان، عندك كمان صور لخيول واشخاص، احنا نشوفهم هنا مجموعه اشخاص كثير. انا حبيت هذه اشخاص حقيقيين كمان، لو انك تورينا كمان الجمهور هي هذه توصل رساله. اي اطلعهم من الانترنت واحاول انه انقل البورتريه. ايش اكثر شيء يجذبك مثلا لما تشوفين صوره في الانترنت تقولين ابغى ارسمها؟ ابغى ارسمها بس لسه ما بعد رسمتها، رسم ال بالسن. يعني بس كنت يعني حابه اني ارسمها بلوحه كبيره لان احس ملامحهم تعبر. حلو. يعني طب هذه اللوحه اللي هنا عندنا انت اكيد بتتكلم عن رساله جدا جدا مهمه اللي هو التدخين اللي يؤثر كمان على الاطفال، انه زي ما احنا بندخن او زي الكبار ما بيدخن، انا ما ادخن، زي ما الكبار بيدخلوا كانه الاطفال بيدخنوا، جدا جدا معبر الصوره وجميله يعني هذه. حرام شوفي صوره البيبي. عبير هذه اللوحه مرام، من كثر ما انت ما شاء الله تبارك الله رسمتها بشكل كأنها صورة، يعني كأنها صورة فوتوغرافية ما كأنها رسمة. فعلا أبدعتي فيها. هذه كانت هذه بفحم. أوكي. كانت عبارة عن شو اسمه مسابقة أماني البحيري. أوكي. وشاركت معهم، فزت من الأوائل بس أنا ما تأهلت يعني. فزت بجوائز؟ لا بدون، يعني ما تأهلت للنهائيات بس أنه فزت معهم، دخلت السحب. إيش طموحك أنت كفنانة مرام؟ كفنانة تشكيلية يعني الآن نشوف ما شاء الله الكثير من الفتيات السعودية. أكيد أني أصل الاحتراف أكثر من كذا، أوصل للعالمية، أشارك في معارض أكثر، أنعرف أكثر. يعني تدربين صح؟ عندك تدريب توني الحين أخذت شهادة من شو اسمه شهادة تدريب كمدربة. إيه مدربة معتمدة من الأكاديمية البريطانية تدريب وتطوير، وبرضه شهادة معتمدة من الأكاديمية الدولية للمدربين العرب. برافو. ممتاز. في الرسم طبعا اكيد، يعني في الرسم بجميع فئاته. اي اني انا اكون مدربه معتمده يعني. وبتسوي كلاسات، بيجوكي بنات بتدربيهم؟ لسه توني اخذت. توي بعد؟ توي ان شاء الله. يعني ما شاء الله يعني رسوماتك يعني ما شاء الله جدا احترافيه، يعني اكيد البنات حيشوفوا الرسمات الجميله هذه حيتحمسوا انهم يجوا ياخذوا عندك دورات ان شاء الله. كم عاده تاخذ منك اللوحه مرام؟ هذه رسمتها اليوم. اليوم بس؟ ما شاء الله. ما شاء الله جميله. بس ممكن بس تعرضيها مرام عشان يشوفوا. هذه اليوم رسمتها الظهر. كم يعني عادة مدة ال يعني انا احب اطول لوحة رسمتيها واقصر لوحة رسمتيها؟ اطول لوحة هذه حقت شو اسمه سمو الامير بن سلمان، يعني اخذت مني تقريبا اسبوعين كذا. طب الخامات اللي استخدمتيها فيها ايش هي؟ برو ماركر وبريزما كلر لانها الوان خشبية. الوان خشبية بالدمج وكذا. الملامح جدا يعني ما شاء الله بتركزي في الملامح، بتحب يعني العيون بالذات كمان ما شاء الله، يعني شوفي هذه العين لو كمان بالتفاصيل، عيون يعني تفاصيل مره ركزتي فيها. انت تحبي تدققي في التفاصيل. مرة احب الرسم الواقعي كثير. يستهويني يعني احس اني اشوف ابداع الله بخلقه سبحان الله. ايش تفضلي. ايش المعايير اللي لازم تكون في الوجه عشان تحسي انه هذا الوجه ينفع يترسم؟ يترسم يعني دقيقة الملامح او انها يعني لها تعبير معين؟ كيف لها تعبير وانه يكون يعني الصورة واضحة، اهم شيء تكون الصورة واضحة عادي. تحبي توجهي رسالة معينة؟ طيب مناف كل مثلا لوحاتك او اغلب لوحاتك هذه اكيد لا للتدخين طبعا، هذه اي لا للتدخين، بس انه مثلا تحبي انت توجهي رسائل زي كذا من فترة للثانية او بس اذا مرك موقف معين تقومي؟ احب اوجه بس انه اكثر شيء اذا كان في حدث او موقف يعني
هذا شيء يخليني صدق. يعني هذه واضح انها موقف. ايوه. طب مرام سؤال، لو جيتك انا مثلا قلت لك انا حابه ترسميني، تقدر انك مثلا ترسمي احد في لوحه و بملامح؟ بملامح. ايوه انا اسوي طلبات خاصه. قديش تاخذ منك زي كذا اللوحه مثلا، من اني انا جالسه قدامك ترسميني كم ساعه تاخذ؟ الجالسه قدامي ما قد جربت باقي. مو انا اعطيكي صوره وترسميها. اعطيني صوره وانا ارسمها. اوكي. انت عارفه طبعا برا في مثلا في الشانزليزيه او في فرنسا كثير من الرسامين يرسمون وبورتريات على السريع، حتى في لوس انجلوس كثير دول على السريع، بس انا ما جربت اني انا ارسم على السريع. ان شاء الله انا كان نفسي اليوم انك انت تجيبي لوحه وترسمي واحده فينا على السريع فعليا. ان شاء الله المرات الجايه لما اطور اصير اسرع ان شاء الله. ان شاء الله انت موفقه. طيب مرام، مستقبل الرسم، يعني عاده الفنانين كثير من الفنانين الكبار توفوا ما عندهم فلوس طفرانين، بعدين لوحاتهم انباعت في ملايين. مستقبل الرسم عندك انت، هل تشوفينه يعني كمدخل مادي كويس؟ والله هو في طامحه انه يكون في جود بزنس. ايه ان شاء الله باذن الله تنباع لوحات. يعني احنا نشوف لوحات كثير مثلا خادم الحرمين تنباع بالاف، كثير من الناس يحبون انها تكون عندهم، خاصه اذا الرسام دقيق. انا ما اطمح اني ابيع هاللوحه، اطمح اني اهديها ان شاء الله لولي العهد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. يعني هنا رساله موجهه، مرام تبغى تهدي لوحه ولي العهد لولي العهد. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الوالده جميله. طبعا كل عام وانت بخير، كل عام الوطن بخير على اليوم الوطني، لان هي حتكون بعد بكره. ان شاء الله. عشان كذا هي بتهدي لك هذه اللوحه الجميله. اللوحه دي ايش باقي لها؟ رتوش خلاص؟ ايه باقي لها بس رتوش بسيطه وان شاء الله تخلص. ما شاء الله على التفاصيل كامله يعني. ايوه تفاصيل موجوده بس. الحين اي احد يقدر اذا ما عنده اصلا هو الموهبه، اي احد يقدر يتعلم هذا النوع من الرسم؟ انت بتدربي بالتعليم عادي. بالتدريب اقدر اوصل اني اسوي، بس اهم شيء انه يكون يحب الرسم. لانه لو كان طيب سامي خلينا اجرب هذه مرام، اعطيني القلم قولي لي وين اكمل. هنا هنا هذا تبغين ظللي من هنا. برافو. تحبين الرسم؟ انا ديزاينر. قولي لي صح او لا؟ ايوه صح. كمل بعدين ادمجي. الدمج اصعب؟ لا عادي بس على نفس المكان. ومن هذا المنبر مشاهدينا تعلمت الرسم اليوم. بس إيمان المنديل مرة سهل يعني سهل. كمان بجانب ان هي مصممة كمان قاعدة بترسم لك الطبيعة يعني الطاقة صح؟ يطلع الطاقة السلبية ويعطيك طاقة. تكملينها؟ ايش حتوقعين عليها مران؟ هذه سيدتي صح؟ ايوه. تسلم ايدك، شكرا كثير. شرفتينا وشرفتي سيدتي اكيد اكيد. اهداء، خلينا نقرا الجملة، الى نوريها الكاميرا كمان سيدتي بمناسبة الاستضافة اليوم الوطني. اليوم الوطني، كل عام وانت والوطن كلنا بألف خير ان شاء الله. امين يا رب. نورتينا وشيء جميل يا مرام، ما شاء الله جميلة بلوحة حلو. جميلة. شكرا لك. ألف عافية مرام. شكرا. نورتينا أكيد اليوم أنت مرام. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق سواء الآن أو في المعارس المستقبلية. تبغين تدربين؟ أنا أكمل بعدها. عموما المشاهدين طبعا يعني هذه كانت آخر فقراتنا لليوم، بكرة يوم جديد مع سيدتي في ساعتين أكيد حنكون معاكم ساعتين متواصلة، تابعونا بكرة. شكرا.